رح نتابع محطاتنا ومثل ما ابتدينا اليوم بعالم صباح كنت عم بحكي اكيد عن جمال مناطق لبنان. اليوم رح نحكي عن منطقه جميله جدا ايضا وهي محميه ارز الشوف، ومعنا اليوم باستوديو عالم صباح منسق السياحه البيئيه بمحميه ارز الشوف عمر ابي علي. عمر صباح الخير. صباح الخير غدا، صباح الخير للمشاهدين. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك باستوديو عالم صباح، وخاصه وانه اليوم رح نحكي عن ايضا عن نشاط كتير حلو بسلط الضوء على منطقة حلوة بالزبط. مثل محمية أرز الشوف، خلينا بالأول هيك نعرف الناس عليها، نعرف الناس فعلا المزايا اللي بتتميز فيها هالمنطقة وقديش ببعد عن بيروت أيضا. أوكي، محمية أرز الشوف هي 5% بتشكل مع المحيط الحيوي اللي هن 22 ضيعة، بتشكل 5% من مساحة لبنان. نعم، بتمدد من نيحة جنوبا وصولا إلى عين دارة، وهي بتكون اخر امتداد للارز اللبناني على الكره الارضيه، وفيها 30% من ما تبقى من غابات الارز الموجوده بلبنان. نعم، وفي 4 مداخل رئيسيه، بنبلش بنيحه برجع عنا عين سحلتا، وعين سحلتا الباروك، وهن كل مدخل له مميزاته الخاصه. فعلا مدخل الباروك في غابه ارز كتير كبيره معمره يعود عمرها لاكثر من 3000 سنه، وفي بحيره اصطناعيه عملناها هونيك نحن منشان نعتاز المي وترطب الجو بقلب هيدي الغابة. وعندنا مدخل عين سحلتا في تنوع بيولوجي كتير كبير، تنوع نباتي وحيواني موجود هونيك. وقلعة نيحة هي انبنت، هي احتجب فيها الأمير فخر الدين، ما بعرف إذا سمع عنها بكتب التاريخ. أكيد انبنت على ارتفاع مش بس سمع مزبوط، انبنت على ارتفاع 550 متر، محفورة بالصخر وفيها حيوان طبسون. هذا الحيوان صار شبه مهدد بالانقراض، تقريبا عندنا هونيك شي 200 طبسون متواجدين، العالم بيقدروا يشوفون على صخور. شو هو يعني هالحيوان؟ هو من فصيله الفيله. نعم، من جيناتيا يعني من فصيله الفيله، بس حجمه صغير وبياكل عشب وبينام على الصخور وبتشمس، مهضوم كثير، بدعي لحنا بيشوفوه. وعندنا مدخل معاصر الشوف، مدخل معاصر الشوف في أرزة لامارتين. نعم، الكاتب الفرنسي لامارتين كان يقعد يكتب روايته تحت هاي الأرزة، وعندنا أرزة كتير كبيرة كمان بدها تقريبا 16 زلمة ليعبطوها، ويعود عمر الغابة ككل كمان لأكثر من 3000 سنة، ويحكى أنه هيكل سليمان بفلسطين تعمر من خشب غابة أرز المعاصر. نعم، هون كمان بدنا نحكي عن شغلة كتير كتير مهمة، أنه واحد لما بده يحافظ على هيك مكان هالقد حلو قديش فعلا في صعوبة، يعني حضرتك عم تشتغل على السياحة البيئية بهالمنطقة، يعني كيف واحد بده يحميهم إن كان من الصيد، إن كان بده يحمي هالكائنات البشرية، إن كان بده يحمي هالتنوع البيولوجي اللي موجود، وإن كان حتى بده يحميها يعني من البشر حتى، لأنه أوقات بيصير في يعني استهتار إذا فينا نقول، لما بيروحوا بيزوروها ما بيهتموا مزبوط فيها. قديش عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ نحن كمحمية أرز شوف ما عندنا سياسة المنع والقمع، نحن بنشتغل على التوعية مع العالم، من وعي المزارعين على كيفية استخدام عدم استخدام المبيدات، يرجعوا للأشياء الطبيعية ليرشوا فيها فوكتهم لتضلها صحية. وبالنسبة للصيادين كمان بنشتغل على التوعية، الأشياء المسموح فيها بتسمحها وزارة البيئة والأشياء المش مسموح فيها، بس طبعا هيدي مش عم نحكي بقلب المحمية، بل المحمية ما في صيد نهائيا، حتى العالم صار عنده وعي، تعرف أنه نحن ممنوع نصيد هون. وبالنسبة للرعاة كمان صار عنده الوعي الكافي وين لازم يرعوا وين لازم لا، وصارت والمحمية على طول بتعمل جلسات توعية بتوعي المزارعين والمحيط الحيوي والمجتمع المحلي ليضلون على علم كيف كيفية إدارة هذه الاشياء، وتحسن المستوى الاقتصادي تبعه لهودي العالم. اكيد، خاصه وانه ايضا كمان بالنسبه لموضوع الاشخاص اللي بيجوا بيزوروا هالمنطقه مزبوط. بيعملوا بيكنيك حتى يقدروا فعلا يحسوا انه هيدي مسؤوليتهم من بعد ما يخلصوا المنطقه مزبوط. من المنطقه مش يحسوا انه خلص ولا شيء، بده يتركوا وراهم مخلفات وايضا اذى لهالمنطقه. هلا احنا بنسعى، السنه الماضيه فات لعنا تقريبا 105000 زائر على طول، بنسعى مع الشباب الجايدز المتواجدين اللي هن بيشرحوا للعالم عن الغابات عندنا وعن السياحه البيئيه، على طول بنسعى انه ما يفل الزائر من دون ما ياخذ معلومه توعويه تفيده حول البيئه. نعم، وهذا الشيء الاساسي فعلا مثل ما ذكرت بالزبط. يعني كمان عمر، هون لما بنحكي هلا عن النشاط اللي رح تقوموا فيه، يعني كمان نشاطات عم بتصير دائما، انما هلا بالتحديد بنهايه هالاسبوع رح يكون في نشاط كمان مميز، يعني وبتقدروا كمان تجمعوا فيه عدد كثير كبير من الاشخاص، يعني وهون رح يكون في دمج سياحي وايضا فني وثقافي وغيره. هلا هذا النشاط هو من تنسيق بلديه الباروك الفريديس. نعم، ومحميه ارز الشوف. ببلش اسمه درب الغروب او سانست مود،
هيبلش على الساعة 4 ب 31 الشهر نهار الجمعة على مدخل محمية أرز الشوف. نعم. مدخل الباروك. هينطلقوا العالم ناخدهم بباصز بيطلعوا على أرزة الختيارة، نقلها الختيارة نحن لأن هي ذات الأرزة المحطوطة على علم لبنان. أه. ذات الشكل بكرة. نعم. العالم بيطلعوا بيشوفوها. بيشوفوها. وبيبلش الهايك من عند الختيارة وبينزلوا على المدخل بين شجر الأرز، ومور أوفر حيكون في آلات موسيقية موجودة على الضرب عم تعزف شيء بيشبه محمية أرز الشوف والطبيعة. يعني ما رح يكون في سبيكرات، ما رح يكون في سراوند سيستمز وهيك قصص، حتكون العالم عم تعزف لايف، حيكون العود والكمان والهارب وهي الشغلات كلها متوزعة كل 100 متر، حيكون في محطة موسيقية بتسمعوا الموسيقى، وبس يوصلوا العالم لتحت بيقدروا يعملوا جاذرينج من أهلية محلية من قلون إياها. نعم. بيعملوا جاذرينج بيتفرجوا على المنتجات البلدية البيتية، وبيقدروا كمان يشوفوا غروب الشمس ويتفرجوا على الستاندات الموجوده تحت اللي عم تعرضهم ستات الباروك. نعم. والمجتمع المحلي كله هيدا من صناعته، وطبعا محمية أرز الشوف على طول بالتنسيق مع المجتمع المحلي بتعملوا دورات على كيفيه اقامه هاي المنتجات البلديه لتطلع 100% ولتوصل للمستهلك بنوعيه وجوده عاليه. اكيد، وهون الشيء الاساسي كمان مثل ما ذكرت عمر، يعني هلا رح تبدو الساعه 4 مع الهايكينج من الختياره وبعدين ببلش المشوار. لاي ساعه رح تبقوا كمان هونيك؟ قديش كيف الناس فيهم يشاركوا كمان معكم اللي حابين يشاركوا؟ الناس اللي بتشارك فيها تزور ويب سايت محمية أرز الشوف اللي هو www.shoofcedar.org أو يزوروا فيسبوك البيج الخاصة بالمحمية ويقدروا يتصلوا كمان على رقم المحمية ويحجزوا. ومور أوفر سألتيني لأي وقت، ما في عنا وقت، مفتوحة، والبيوت الضيافة اللي هي على تزايد وبيوت ضيافة كتير صارت جودة عالية موجودة بنطاق محمية أرز الشوف، بيقدر العالم يزوروا هاي البيوت الضيافة يكملوا لتاني نهار. تاني نهار فيهم يروحوا يشاركوا يعملوا هايكينج بالضيعة، يتعرفوا على أهل الضيعة، مزبوط، يتعرفوا على جمال ضيعة الباروك وإرثها الثقافي والتاريخي. وتاني نهار وديت النهار المساء فيهم يروحوا يسهروا بمهرجان جبلنا بمعاصر الشوف اللي هي قريبة كتير، بدها تقريبا ربع ساعة بالسيارة، بيروحوا يكملوا على مدخل تاني مهرجان جبلنا حيكون هونيك، هيدا إيفانت كتير كبير. وتاني نهار حيكون بجبلنا في إيفانت الدبكي وستاندات وعرض، وتستمر المسيرة طبعا بمهرجانات محمية أرز الشوف. اكيد، خاصه انه هالمنطقه مثل ما ذكرنا كتير حلوه، يعني حتى في كتير اشخاص بيطلعوا لانه اوقات بيحسوا انه لا ما بدهم بس يبقوا ليله واحده، بدهم يناموا ويبقوا بعد اكثر، يتعرفوا عليها اكثر ويستكشفوها هن وعائلاتهم ايضا. يعني هون كمان قديش هي تقريبا تبعد عن بيروت؟ اذا بدنا عن بيروت تقريبا بدها على الباروك بدها تقريبا شي ساعه وعشر دقائق بالسياره. نعم. منا بعيد كتير. وهونيك للهايك كمان انتم عم تاخذوهم بعدين بالباصز بصفوا بس هي منشان ما نتعب العالم. نعم. حتكون هيكي من شان العالم تعذب بالصفات وهيك. أكيد. مسافة كتير قصيرة، مش مسافة كبيرة، بس ليتجمعوا حد الختيارة ويمشوا بالهايك يكونوا مرتاحين. ومور أوفر هيدا الإيفنت فيك تقولي بلاستيك فري، للأسف بلبنان صرنا نفقد إيفنتات بلاستيك فري. صحيح. حتكون في جواردات بتعبي العالم ميتها هي وماشي وبتشرب على الطريق هو عم تعمل الهايكينج، ألمنيوم حيكونوا هني وماشيين بيقدروا يستعملون. فإيفنت بلاستيك فري، بدعي كل العالم يشاركونا، حيكون كتير حلو وحيتعرفوا على ضيعة من أجمل ضيع لبنان، ونضلنا نقول لبنان كتير حلو. إيه فزوروا كتير. في كتير ضيع حلوة بلبنان، وفي كتير ضيع بعدها عم تحافظ على تاريخ لبنان وما تبقى من أرز لبنان، لأن الأرز هي رمزة لبنان. فنحن كتير عم نتعب لنحافظ على الأرز، زورونا لتعرفوا شو عم بيصير فوق وكيفية إدارة هالمحمية وكيفية إدارة هذه الغابات اللي عم تكون موجودة. أكيد، وهذا الشيء اللي منضل مشدد عليه إنه واحد ما ضروري يضب الشنطة ويسافر آلاف الكيلومترات. في واحد يسافر بيطلع عشرات الكيلومترات ومئات الكيلومترات ويوصل على مناطق بتطير العقل. يعني بقى دايما يفكر بأهمية هالموضوع بجمال لبنان، لأنه في ناس عن جد ما بيعرفوا ولا منطقة خارج المنطقة اللي هني مقيمين فيها وبيكونوا موجودين كل حياتهم بلبنان. يعني هون في أهداف عديدة، فإذا عم تسعوا لها لحتى تقدروا تعملون من خلال هالنشاط اللي عم تقوموا فيه إن شاء الله ب 31 شهر، ومن خلال أيضا أنشطة عم بتكون موجودة على مدار السنة كمان عمر. مزبوط. هيدا النشاط يعني تقريبا كله مرتكز على المجتمع المحلي. هو مثل ما بيقولوا بهمة أهل الضيعة، يعني لا. هن اللي طالعين عم يعرضوا سنداتهم وعم يعرضوا منتجاتهم، وهن عم يعملوا شو بيقولوا يبيضوا الوجه، يعني هن عم يعملوا هيدا الوجه الحلو للمدخل المحمية وللمحمية ولضيعة الباروك الفريديس. بخص بالشكر كمان رئيسة الأستاذ إيلي نخلي اللي كتير عم يسعى وعم يبذل الجهود من شان يحقق هيدا النشاط.
وطبعا بلا المجتمع المحلي وبلا هودي العالم هن يعني المحمية ما فيها ايد واحدة ما بتزقف. أكيد. هن الناس اليوم بفضلن هودي نحن مستمرين وعم نقدر نديرها إدارة سليمة لمحمية أرز الشوف. أكيد، لأنه مثل ما ذكرت يعني كمان أنت أنه موضوع كتير مهم، عم نحافظ هون على أهم أرز للبنان. مزبوط. يعني هون غابات كمان الأرز هدول اللي صرنا كتير منفتقد لهم ومننبسط نشوفهم حتى، ومننبسط نشوف أنه هن عم بيتم كمان الاهتمام فيهم وبتكون بين ايادي امينه يعني كمان مثل هيك مرسي. مثل هيك انشطه. فهيدا الشيء اكيد بفرحنا، وبنرجع بندعي كل الناس انه يطلعوا يشاركوكم. اهلا وسهلا ان شاء الله هيدا الجمعه اكيد. ومور اوفر بدي اقول كمان ما في بيوت الضيافه وفي المطاعم كمان بالباروك الفرايديز عاملين ديسكاونت كتير كبير هيدا النهار منشان يستقبلوا العالم ويدوقوا اللقمه الطيبه وياخذوا الايمج الحلوه عن الباروك وعن الشوف. وفي ما بيحب بيت ضيافي كمان في اوتيلات الباروك اللي هي على طول بتزايد صارت صحيح. لانه السواح عم بتزيد، سنه الماضي كنا 105,000 سائح والسنه ان الله راد على تزايد. الاوتيلات كمان عامله اوفرات فيهم يتصلوا ويسالوا ويحجزوا وين ما بيحبوا ويكملوا هالثلاث ايام بالشوف، لانه انا بشجع اللي بيطلع على سانست مودي يروح يشارك بجبلنا لانه عن جد نهار كتير حلو وما بيتفوت. والصيفيه خلصت كمان بيقدروا ياخذوا اولادهم وعيالهم قبل ما تبلش المدارس ينبسطوا بهيدي الايفنتات اللي حتصير فوق. اكيد يعني مثل ما ذكرت كثير مهم واحد يطلع هيك ياخذ فرصه جمعه سبت احد يعني يسحبها لحتى فعلا يحس حاله انه خلص بعد عن كل مشاكله اليوميه وكل الضغوطات اللي بتصير معه بخلال الاسبوع. نحن بنشكر كثير وجودك معنا عمر، اهلا وسهلا فيك واكيد كل التوفيق ان شاء الله للنشاط. انا بتشكرك وبتشكر انكم استقبلتونا معكم وان شاء الله متامل تشريفك على درب الورود. اكيد 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 هذا الشيء بيبسطنا لانه فعلا نحن من الاشياء اللي دائما بندعي لها انه واحد يروح يستكشف لبنان، لانه عن جد في كثير اشياء ما حدا بيعرف فيها. فاهلا وسهلا فيك اكيد عمر، شكرا كثير لك، رح نتابع محطاتنا والشيف صار بانتظارنا ورشد ملاح. صباحو لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتبعونا. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل ما خبرتكم ببدايه عالم صباح، ايضا وايضا اليوم الاربعاء بجوبكم على الاسئله اللي بعثتوا لنا اياها طبعا على الواتساب. طيب لكن مشاهدينا اليوم وصفتنا في عنا صدر الدجاج بصلصه الاعشاب، عنا فتت الباذنجان، ايضا وايضا في عنا المعكرونه مع الكفته. هول هن الوصفات لحلقتنا لليوم. انا رح بلش باول فقره من فقرات رشه ملح، رح بلش بصدوره الدجاج. طبعا صدوره الدجاج رح اقطعهم ورح نحشيهم. بشو بدنا نحشي الصدورة؟ رح احشيهم انا للصدورة بالزعتر وايضا باكليل الجبل مثل ما عم بتشوفوا كيف بلشت بهالشكل. لكن مشاهدينا عندي صدورة الدجاج، بنحط زيت زيتون، نستعين بزيت الزيتون، واذا بدكم فينا نجيب ايضا من الحامض، في نجيب من الحامض، حط حامض بهالشكل. خلينا نشوف شو فينا نعمل. اوكي رح اجي حط شرائح حامض بهالشكل انا بالصينية وحط عليها الصدورة كمان بهالشكل. هيدا اول صدر. ناخد كمان مشاهدينا صدر تاني كمان بنفتحه بهالشكل لنقدر نحشيه بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، وكمان بنحطهم حدهم. طيب خليني روح جيب من الزعتر الاخضر. قبل الزعتر الاخضر بحط رشة ملح وبحط ايضا عصير حامض مثل ما عم بتشوفوا. هلا هون بذكر المشاهدين انه الملح والعصير الحامض فيني انا تبل فيهم الدجاج، طبعا فيني تبلهم قبل بثلاث ساعات ما استعملهم. هلا رح احشيهم بالزعتر بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا او اكليل الجبل. هلا عم نحط اكليل الجبل بقلبهم بهالشكل. برجع بجيب من الزعتر الاخضر كمان بحط زعتر اخضر بقلبهم مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نحط الزعترات. اوكي كمان انا رح كرر العمليه لاحشي باقي الصدوره
طبعا هون بذكر المشاهدين فينا نحشيهم بالزعتر الفرنسي، طبعا اعشاب انتو شو بتكون متواجد عندكم من اعشاب فيكم تشوهون بهيدي الاعشاب، بتعطي نكهه كثير طيبه. لكن هون انا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين انه نحن لازم لهالطبق ننقعه بالعصير الحامض ورشه ملح، بعد ما ننقعهم نرجع نحشيهم مثل ما شفتوا كيف حشيتهم انا هلا. اوكي كمان طيب هون انا كمان رح اجيب بعض حامضة حط ايضا من شرائح الحامض لنكفي، نفوتهم على الفرن على حرارة 200. عندي مي على النار عم تغلي هيدي المي، لشو هاي المي على النار؟ طبعا هيدي للباستا، بدي اسلق باستا لان في عنا كمان باستا بالكفتة، رح نحضر الباستا بالكفتة انا وياكم باخر فقرتين من فقرات. رشة ملح كمان اكليل الجبال وايضا بالزعتر بهالشكل بحشيه هون ايضا وايضا، نكرر العملية. اوكي كمان بحطهم بهالشكل، بضل في عندي حبة كمان منحط عليها رشة ملح وأيضا من الزعتر وإكليل الجبل، ورح رش كمان مشاهدينا رح رش عليهم أيضا أعشاب مجففة ومنفوتهم على الفرن. ليكو شو رح نعمل هلأ، بحط الصدورة بهالشكل. اوكي رح رش اعشاب مجففة ايضا بهالشكل، رح حط زيت زيتون كمان ورح روح فوتهم على الفرن. لكن مشاهدينا هيدي صينية الدجاج، صدورة الدجاج بالاعشاب صارت جاهزة عنا لنفوتها على الفرن، وبعد شوي بخبركن انا بالتفصيل عن باقي وصفاتنا لليوم. اما هلا بالعوده الى جديده. شكرا شيف، اكيد يعطيك الف عافيه. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، مايا بتكون معنا بولادي بالدنيا، خليكن معنا.